وفي هذه اللحظات ننتقل إلى غرفة العمليات مع الزميلين رياض قبيسي وهادي الأمين. أهلا وسهلا فيكم، وشو محضرين لنا اليوم؟ شكرا لك روان. احنا مبدئيا مفروض اليوم نتابع مع الهيئة العليا للإغاثة، ومفروض يكون معنا محافظ بيروت. شكرا لك. إذن نعود مع غرفة العمليات، وهي الفقرة التي نحاول أن نقف فيها عند احتياجات النازحين، وأن نقف أيضا أو أن نحاول أن نفهم إلى مدى أي مدى المؤسسات الحكومية جاهزة أو كانت جاهزة لمواجهة هذه الأزمة التي نعيشها. عم بحكي عن أزمة النازحين في هذا الزمن الصعب، ومعي يشاركني في تقديم هذه الفقرة كالعادة الزميل هادي الأمين. كيفك هادي؟ مساء الخير رياض، مساء الخير للمشاهدين. يعني بعد الأزمة كل يوم بيهددوا الإسرائيلية بمكان معين، عم ترجع تزيد حركة النزوح كل ما يهددوا. اليوم بعد ضربة منطقة الجناح كمان في حركة تهجير كبيرة. إمكانيات الدولة بعدها مبينة ضعيفة جدا أمام الحاجيات الناس. بعدنا في ناس موجودة على الطرقات، علما أنه بلشنا الشتاء، يعني واضح أنه عجلة الشغل تبعية الحكومة مع هيئة الكوارث، مع الهيئة العليا للإغاثة، حتى مع الجمعيات الغير حكومية والمؤسسات غير حكومية بطيئة جدا، لأنه هلأ إذا نحكي بهذا الشيء نحن وحنوصل للزيارة اللي وعدنا فيها للهيئة العليا للإغاثة امبارح ونشوف شو صار. بس قبل خليني يعني اسمح لي هلأ هذه نستقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود لنفهم منه يعني شو الوضع حاليا على مستوى محافظة بيروت، واللي هي عم تشهد يعني عدد كبير من النازحين، لا سيما بعد ضربة أو استهداف الضاحية الجنوبية. مرحبا حضرة المحافظ. بعد ماني عم بسمع الصوت مني. أنا عم بسمعك، عم تسمعني هلا؟ حضرة لا المحافظ. مش عم بسمعك منيح. هلا ما عم تسمعني؟ بس شوي صغير، يعلي الصوت إذا بتعمل معروف. طيب يا ريت المخرج بيعلي الصوت. علينا على الأخير. طب لكن بركي منريح شوي المحافظ هلا، منحل مشكلة الصوت وبنرجع لعنده. طيب هادي، يعني كنا عم نحكي هلا بنرجع بنتابع مع المحافظ، بس كنا عم نحكي عن يعني ليك يعني في شيء لازم ينقال. لما منوجه انتقادات هذا ما بيكون باب العراضة، لأنه في بعض بيصير لك أنت عم تستعرض وش عارف شو، هذا بيكون من باب أنه الناس اللي موجودين بمواقعهم عليهم أن يقوموا بأدوارهم، وهذا دورنا كإعلاميين من أنه نحن نرفع الصوت كرمال بأنه الدولة تقوم بدورة في شق العلاقة، بأول شيء بأنه التخطيط صحيحا، وثانيا بأنه يكون صرف إمكانيات أو تم فرز إمكانيات معينة للقيام بهذا الأمر، ومن ثم مراقبة كيفية تطبيق هذه الخطة. في مشكل، يعني إذا ما حدا شايف أنه في مشكل بيكون في مشكل صراحة. لا، هو المشكل أنه ما منتبهين في مشكل، يعني وحتى رغم أنه أوقات ما عم يسمعونا، يعني حتى لو عم تعلي الصوت أنت هني ما عم يسمعوك، يعني عمليا جماعة بغير مطرح. يعني أنت في حكومة هلأ ودولة بهذا الظرف التام. يعني أنا سمعت أنه وقت كان عم ينحكى عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع الفرنساويين والأوروبيين وما وغيرهم، أنه وقت عرفوا أنه ما في حل، يعني حزب الله متمسك بخياره والإسرائيلي عم يصعد، فبالتالي صاروا عم يحكوا أنه أنه المبلغ إذا منعليه شوي أنه العشرة مليون. هلأ بجميع الأحوال نحن عمليا الحكومة هلأ بلش يفوت أموال، هلأ حتشوف حركة يمكن بيعملوها أصلا، يعني لتيجي الأموال ليبادروا بمعزل. بس نحن هلأ نحن شغلتنا كإعلاميين نكون حريصين بأنه الأموال عم تنصرف بالمكان الصحيح، وعم نضوي على الحالات اللي هي الناس فيها بحاجة والناس بالشارع، لما تروح الأمور على غير مطار. لأنه مثلا وحدة من الأشياء اللي سمعتها، بس يصير معنا المحافظ جاهز وعم يسمعنا بليز خبروني بالرجي، بس أنه وحدة من الأشياء اللي سمعتها هذه، وهون لما عم بقول سمعتها يعني مش سوالف، أوكي، بأنه مثلا موضوع الفرش واللي هو يمكن البعض يستخف فيه، يعني بس انه موضوع الفرش بالوقت المحافظين عم بيشتكوا من مركزية الـ اذا بدك الاموال وصرفها بوزارة الداخلية. كان في بالمقابل عند الهيئة العليا للإغاثة على سبيل المثال بدأ سياسي بقول انا ناقصني 200 فرشة بالطلب، يعني وصلوا المحافظين بده يطلبوا فرش ما لقوا فرش،
وهي مشكلة لأنه معناتها الآليات مش متفق عليها أو رجعت اشتغلت على اللبناني مثل ما نقول. أنا اليوم بدي خبر حادثة كمان صارت مع زميلنا محمد المقداد أنه أحد مساعدين اللواء خير لي، هلأ حنسمع شو قال معنا عن دورهم وشو عم يعملوا، أنه عم يعطيه اللايحة بالأسماء اللي نحن جايين إلى شكاوى بدها حاجيات، أنه بيقول له حأخدمك فيها ما بدها تخدمنا يعني. وجاءوا شو الآلية يعني إذا نحن إعلامي مش عم نعرف ما عم نطلب خدمة لحدا على حال، هاي فرصة لنطلب منهم يمرقوا مجددا الرقم اللي بيتم التواصل معه مع غرفة العمليات من النسحين اللي بحاجة لاحتياجات معينة لنحاول نشوف نلاقي أطراف مستعدة إلى تأمينها. عموما بعتقد حضرة المحافظ صار معي. مرحبا حضرة المحافظ، يسعد مساكم يا شباب. يسعد مساك حضرة المحافظ. أنا بدي اسمح لحالي بلش بلقطات من بعتقد من بيروت لحال النازحين، واطلب يكون هذا سؤالي الأول، اطلب منك اتعلق على اللقطات الموجودة حاليا للنازحين في بيروت، بعتقد عم تشوفهم حاليا أنت، ما هو تعليقك على المشهد الحالي؟ حضرة المحافظ. ايه هلا توصلت للصورة. اوكي. يعني للحقيقة مشهد محزن. مشهد محزن ومخزي انه يكون في ناس عم بتبيت بالشارع. بس المشكلة الأساسية أنه نحن بغرف العمليات، غرف إدارة الكوارث، ما عنا إمكانات، ولا عنا موارد ولا عنا مواد، وبالتالي نحن انتظرنا أنه هالمواد ترسل لنا من قبل الهيئة العليا للإغاثة، وإذ نفاجأ أنه الكميات اللي وصلت لنا هي كميات قليلة جدا لا تفي بالمطلوب. ولكن بالرغم من كل هذا النقص استطعنا تأمين إيواء ما يزيد عن 40,000 نازح، وهنالك أيضا 60,000 نازح في المنازل يسكنون بحوالي 10,000 منزل. نحن نواكبهم ونؤمن لهم ما يحتاجون. نحن نعمل بموازنة صفر، لا أموال لدينا ولم نعطى أي أموال لا من الدولة اللبنانية ولا أي من أي جهات أخرى، ونحن نعمل بالمشاركة مع الجمعيات والقطاع الأهلي الذي سبق وتعاملنا معه بعد انفجار مرفأ بيروت. وبهذه الحالة ما بيسوى إلا أني أتشكر الناس، الشعب اللبناني الطيب اللي ما تركوا بعضهم واللي وقفوا حدنا تا نقدر نأمن مستلزمات أهالينا، أهالينا أهل الجنوب والضاحية. طيب حضرة المحافظ، بس يعني بس أنا عندي سؤال إذا بتسمح لي. يعني أنا شايفك مثل كأنك بغرفة عمليات، بحسب ما فهمت من الخطة يلي اشتغلت عليها لجنة الكوارث في كان ثلاث مستويات من الإنذار، بشكل أنه نحن ما نتفاجأ فجأة بموضوع يعني أنه موضوع النزوح لما يكبر، فبالتالي مفروض أول ما يكبر أو يكبر عدد النازحين أو خطر أنه يصير في نزوح نعلى من بسموه الليفل 1 لليفل 2 بعدين الليفل 3. أنتو بالمحافظة هل كان عم بيتم انذاركم ولا فجأة مرة واحدة شبقنا من المستوى الأول للمستوى الثالث؟ بصراحة يعني للحقيقة الحرب اللي
الحرب اللي تعرضنا لها ما كانت مفاجأة، لأنه كان لها تقريبا حوالي سبعة أشهر مندلعة في الجنوب، وبالتالي كان على المعنيين أنه يحتاطوا للأمور ويطلبوا المواد اللازمة على القليل الفرش. لا لا، هذا واضح، واضح حضرة المحافظ. منا جبنة، منا قطعة جبنة بتهتري حضرة المحافظ. فهمت، بس أنا سؤالي نعم، بحسب الخطة المستودعات مليانة، بحسب الخطة كان مفروض كل ما يعلى مستوى يعني المخاطر يعلى مستوى الشيء بيسموه الانذار، يعني انذار المستوى الاول ومستوى الثاني بعدين المستوى الثالث اللي هو اعلى مستوى. كانوا عم هل كان عم بيتم اختار محافظة بيروت عن انه ارتفاع بمستويات المخاطر، ولا لا دغري مرة واحدة نحن انتقلنا من المستوى الاول للمستوى الثالث؟ هذا هو سؤالي. لا، نحن انتقلنا لها مرة واحدة مرة واحدة وبظرف اسبوع مرة واحدة وبظرف اسبوع، وبالتالي بهذا الاسبوع ايضا لم يتم تأمين اي مستلزمات. رئيس مروان لو سمحت، لم يتم اي مستلزمات، ونحن كنا سبق واحتطنا للمسألة من حوالي بشهر ايلول، ببداية شهر ايلول، وطلبنا بفرش وبحرمات وبلوازم، ولكن أيضا لم تؤمن لنا هذه المستلزمات في حينه. ليش انعطت للسياسيين مثل ما قال؟ انعطت بس حضرت محافظ، بس جربني، انعطت للسياسيين؟ يعني صار في ناس يدقوا للهيئة العليا للإغاثة، كل سياسي يدق تليفون ويكوكش على عدد معين من الفرش، ولا كيف؟ ليش ما انعطيته؟ هذا صحيح. نحن لليوم تتخذ القرار انه يجب العمل من خلال المحافظين. بالفترة السابقة كان السياسيين يقومون بالاتصال وهم يستحوذون على الطلبيات وعلى الكميات ويوزعونها على المدارس وعلى المراكز الإيواء اللي كانوا عم يتولوها. يعني بعرف سؤال مش مناسب، بس كمان كانت تتوزع هيدي، كانت تتوزع كمساعدات من الدولة ولا تتوزع على أنها مساعدات حزبية؟ والله أنا ما بعرف، بس بعرف أنه كانوا السياسيين يطلبوا وكانوا يعطوهم، بس هن السياسيين شو كانوا يقولوا كيف يعطوها للناس؟ خليلي هذه الأمين بدي أسألك سؤال. رئيس مروان، كنت عم تقول بعد ما في إمكانيات، اليوم ما كان عندكم اجتماع مع وزير الداخلية على أساس ورئيس الحكومة على أساس يتأمن ميزانية للمحافظين ويلاقوا حل لهذا الموضوع؟ شو صار بهذا الاجتماع؟ يعني عم نشوف اجتماعات متتالية بس بعدها ما بدون أي يعني نتيجة. صحيح صحيح، كان عقد اجتماع منذ حوالي شهر أو ما يزيد عن الشهر، شهرين كمان، وطلبنا في سلف وميزانيات، وتأخر هذا الأمر ولغاية تاريخه لم نحصل على أي أموال. واليوم في الاجتماع أيضا طلبنا مجددا بتأمين الأموال اللازمة للمحافظين ولغرف العمليات، ودولة الرئيس مشكور وعد كمان أنه يأمن لنا إياها، وكان متحمس لهذا الموضوع، ووزير الداخلية اللي هو داعم أيضا لهذه الغرف وبيساعدنا كثير بهذا الموضوع، بس ولكن القرار بمحل آخر، يعني الاتكال كان على مراجع أخرى بالدولة لتأمين هذه المستلزمات. لا، مثل شو اليوم تتخذ القرار أنه حضرة المحافظ؟ لا لا، اسمح لي بس حضرة المحافظ، اسمح لي توقف يا المشاريع اللازمة لتأمين هذه المستلزمات. حضرة المحافظ عم تقول كان في تعويل على جهات أخرى بالدولة لتأمن هالأمور، مثل مين؟ يعني الهيئة العليا للإغاثة والمنظمات الدولية. هلا الهيئة العليا للإغاثة بتقول بس مسؤوليتها، ولا حنسمع اللواء خير شو بيقول، انه مسؤوليتها بس فرش وحرامات، يعني اقتصر دورة بهيدي الأزمة انه مكلفة بس فرش وحرامات. وبعرف انا في كتاب حضرتك بعته ب 17 ايلول طلبت 7500 فرشة ما تأمنوا لك يحجزوهن.
هذا صحيح الكلام. اوكي طيب، بما خص موضوع الناس اللي على الطرقات، انتم عندكم يعني امكانيات بشريه لناس تقدر تنزل تساعد الناس او تامن لها مكان ايواء؟ لانه هلا معنا حيكون بعد شوي زميلتنا زهراء فردون موجوده يعني بنطاق بيروت، ان كان بعين المريسي او الرمل البيضاء او صوب البيال او بساحه الشهداء، في اعداد كبيره من الناس موجوده بالشارع. نحن طلبناكم باسماء قبل عالجتوها، بس الموضوع انه في مش موضوع اللي عم يوصل لعنا عم تعالجوه، الناس اللي موجوده على الارض عم ينزل دوريات لتشوفها لتقدروا تعالجوا لهم موضوعهم وتلاقوا لهم مراكز ايواء؟ هل في هيدي الامكانيات او شو المطلوب بهالحاله؟ بالطبع نحن ما بنترك حدا، هودي اخوتنا ونحن دائما عم نتابع هذا الموضوع. عم نشوف ندبر مراكز ايواء جديده في بيروت، في مدارس حضره المحافظ بعدها مش مفتوحه ببيروت، عرفنا في بيروت في مدارس بعدها مسكره ببيروت بفرن الشباك وغيره، في مدارس ما انفتحت. جبل لبنان عم يحكي هو مثلا، كليات جامعيه، حتى في جامعات ببيروت بنطاق عم بيروت، في جامعات رسميه مش خاصه اكيد. نحن نفضل لأنه بيروت أصبحت البنية التحتية تبعها متخمة، وبالتالي صار في ببيروت ما يزيد عن 50,000 سيارة 30,000 سيارة. واضح واضح. وبالتالي الطرقات ببيروت ما بقت ساعة. نحن هلأ عم نفضل أنه نرحل على الشمال وعلى مناطق أوسع يعني تنخفف ضغط عن بيروت. مفهوم حضرة المحافظ، بس في وحدة من الملاحظات اللي سمعتها بأنه لما مرة حصلت حادثة يعني وقاموا عدد من السحين يعني الدخول إلى أحد الأبنية بعنوة ما بين الخاصة، وطبعا يعني هذا الشيء يعني نحن لا عم نروجه ولا عم نسوق له، برأيي يعني الأفضل أنه نتجنبه قدر الإمكان وهو أمر مرفوض. بس عندما حصلت هاي الحادثة، أنت تدخلت شخصيا لتطلع العالم من هذه الأملاك الخاصة، وبالتالي أمنت له العالم أماكن يتم يعني ينزحوا إليها. طب ما هيدا يعني هلأ في عالم بعدها بالشارع، يعني يا يعني حضرة المحافظ في عالم بالشارع هلأ، صارن أيام مش عم نحكي كذا يوم، صار نطلع بزهراء هلأ، بس نخلص مع المحافظ رح نطلع مع زهراء ونشوف. طب معقولة بعدها لهلأ ما عندكم قدرة تنقلون على أي محل تاني، يا أما بجبل لبنان يا أما بالشمال؟ يعني معلش يعني العالم عم تسأل السؤال. نحن عم نميز بين النازحين اللبنانيين، عم نحطهم بمراكز ايواء، اما النازحين السوريين عم نحطهم بمخيمات نازحين. أوكي. وبالتالي معظم الاشخاص اللي هن متواجدين على الطرقات اليوم، في قسم منهم لبناني بس قليل، القسم الاكبر هن من الاخوان السوريين، عم بيرفضوا انهم يتركوا بيروت وعم بيرفضوا انه يطلعوا ببساط. نحن كنا امنا لهم مخيمات في الشمال وفي عكار انهم تستقبلهم وتامن لهم كل حاجياتهم. بس انا عم شوف يعني على عين المريس نزلت وشفت، لا في عائلات لبنانيه على البقاء في بيروت، بس قصدي هلا بمعزل انه يعني الحق الانساني ما بده يتم تاسيس. انا عم بنكر، انا صحيح في عائلات لبنانيه وان شاء الله بوقت قريب يعني بغضون يوم او بكره او بعد بكره بنكون استوعبناهم كلياتهم سوا. على كل حال انا بس انك تستوعب 40,000 شخص بغضون اسبوع يعني بامكانات محدوده. مفهوم مفهوم، ما حدا عم بيقلل من يعني حجم المشكله اللي نحن فيها. هلا على كل حال بدك شيء تسالوا هذا الرئيس؟ انا بس بدي في لائحه لناس بحاجه، واذا كنا قد قصرنا واذا كنا قد قصرنا مع ناس بدهم يسامحونا يعني فريق العمل تبعنا صار منهك بامكانيات معدومه عم يشتغل. اوكي طب بس عندنا نحن على فكره حضرة المحافظ العالم عم بتقدم على الرقم اللي نحن عاطينه مجموعه من الشكاوي، في امكانيه نقدر ان يعني نراجعكم لنجرب نحل مشاكل العالم طبعا ضمن الاليات القانونيه المتبعه، يعني ما بدنا حدا يكون عم بي نحن لانه اليوم رئيس اليوم يعني جربنا مع رئيس الهيئه عندنا
عفوا اليوم جربنا مع رئيس الهيئة العليا الإغاثي نعطيه لائحة بحاجيات الناس إن كان من فرش وحرامات وما إلى هنالك. قال هيدي في آلية عبر المحافظ أو عبر وزير البيئة اللي هو رئيس اللجنة. أنا هلأ يعني بعد الهوا حبعت لك اللائحة لفريق عملك اللي عم بتواصل معهم، بلكي منعالجهم عبرك بإذن الله. إذا الله رد. طيب أنا بتشكرك كثير حضرتك. نحن بالخدمة، نحن دائما لم نقدر له. يعطيك ألف عافية. شكرا حضرة المحافظ. طيب اذا يعني هذا سمعنا في اشياء كنا ما قلنا له مش عم نسمع مش عم نخبر سوالف، يعني لما نحكي اشياء بنكون اكيدين منها. لا لا هو فعلا شغلتنا هي ندقق بالاخبار صح ولا او بالمعلومات نعرف مين ماخذ فرش، يعني اذا بدهم ينفوا بنبلش نسمي بس نحن لانه بالاخر هيدي الفرش عم تتاخذ لناس، بس الاولويات بدها تكون عبر اليه ولا الناس اللي على الطرقات مش لمحسوبيات سياسيه. هلا على فكره في واحد يمكن يقول لك هلا انتم عاملين من قصه الفرش قصه، خي جرب انزاح انت ويكون ما عندك فرش تنام عليه وبعدين مش قديش شاف هالقصة ومش حلينا مش حل 100% 100%. على فكرة كمان اصحاب هذا الخطاب انه عم تعملوا موضوع الفرش قصة، انه تخيل قديه تاف هالقصة، احنا عم نحكي عن فرشي ومش حلينا، علما انه هني عاملين خطة 3D فهمت علي كيف، وقال عاملين محاكاة وعف كيف علي، يعني شيء على مستوى يعني اذا هيك بس تسمعون انه عم بيحكوا عنه بتقول الله اكبر، يعني تشفل مثل خطة الكهرباء تبعيت شبران ونادى نفس نفس النتيجة ما في يعني. طيب على كل اسمح لي ارجع او نتحول لعند الزميلة زهراء فردون من بيروت. من وين عم تحكينا زهراء؟ من وين؟ من رملة البيضاء. من رملة البيضاء. من رملة البيضاء. يعني تستطيع ان ترى يوم هادي انه في هنالك شدة الرياح شدة الهواء، ومع ذلك في بعض الناس والمواطنون يفترشون الطريق في رملة البيضاء. مرحبا، من وين جاية؟ من الغبيرة، انا من مات حيفر حاضر الغبيري. قدي صار لك هون عم تنام مع الطريق؟ لكن ما تصير ضربة عم يجون يناموا، انا عم ارجع بروح على المنطقة. يعني شو بتروح لهونيك على مطرح القصف؟ شو بتروح تعمل؟ ليه اسركنا المنطقة يمين اتركها اليهود يا اسرائيل، لحنا فايد سيد حسن فرس الضباط ورحنا. مستحيل. مش خطر عليك توصل لهونيك لا لا ما خطر. لكن تشتغل انت هونيك ولا لا؟ بس مو بتلك منطقتي. لكن سؤال، انت هلا عم بتناموا حسب عم شوف كم يوم قلت لي صار لك هون؟ هلا بيجوا بيناموا يومي هون. لك اسبوع هون صرنا. انتو مين كم شخص هون؟ انا وعيالي كلياتها اولادي، هدول كل اولادي هاي بيت. حضرتك لبناني ولا؟ انا مختوم القاد. ايه انتو لبنانية ولا شو جنسيتكم؟ لا لبناني. لبناني؟ طب قد ايه صاركم عم بتناموا هون على الطريق؟ صرنا اسبوع هون. ايه سؤال، ما في فرش ما في شيء؟ شوفت عينك يعني. لا حدا. طيب هو على فكرة زهراء بس يعني يوم. زهراء عم بسمعك. تسمعين زهراء؟ هلا يعني واحد يعني بيخجل من يسأل هذا السؤال لأنه آخر شيء الحق الإنساني لا يتجزأ، بس يعني بحكم كون عم بيتم التبرير إنه لا هول مش لبنانيين سوريين، يعني علما إنه ما برجع أكد إنه الحق الإنساني لا يتجزأ. وهلا في نقطة مهمة رح نحكيها إنه هذه بموضوع العمليات المنزلية، بس أنا سؤالي زهراء معظم النازحين تحت من يعني في نازحين لبنانيين ولا متمع من قال إن كلهم من جنسية؟ في كل لا لا شكرا حضرتك، رح نبرم سريعا ايضا لعند نازحين اخرين. انا اول فكره اياد وقت اللي يعني بسالهم هيدا السؤال بالناس. نعم وقت اللي بسال هيدا السؤال بساله لانه بعرف انه ممكن يكون في تبرير من بعض المعنيين بالدوله اللبنانيه. ما عم بقولك اللوم، عم بجي لانه المحافظ معنا هذا الشيء، مش لك اللوم زهراء، بس نعم. انا بما انك برمتي على العالم تحت، سؤالي النازحين نعم. من جنسيات مختلفه ولا ثلاث ارباعهم لبنانيه؟ لا لا ثلاث ارباعهم لبنانيه. عم بيكون في البعض ما بده يتصور. مفهوم. حضرتك قلت لي ما بدك تتصور صح؟ احنا عم نجرب قد ما فينا نراعي هذا الاعتبار. قرب 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 شوي ما. اي في البعض ما بده فيه، بس بعض النازحين كانوا عم بيقولوا انه هن بدهم يوصلوا صوتهم، لهيك انا متجهه هلا عند هؤلاء النازحين. هون مثل ما عم نشوف كمان تفضلي الناس عم بحطوا ما بعرف هيدي خيمه هيدي شو بالضبط، عم بيناموا على الطريق. هون كمان في شخص
يمكن سألته من شوي إذا بحب يتصور، بس حاطت هون كمان سؤالي بس سألينا يون، هول نازحين جدد على الشارع يعني نزلوا بعد الضربات الأخيرة ولا لهم فترة طويلة من أول أسبوع؟ في واحد كمان. حضرتك من وين جاية؟ أنا من طريق المطار. من طريق المطار، قديه صار لك كم يوم؟ أنا صار عن جد بلشت خربنا من وقت اخر مره وقت ضربوا الضاحيه ولا قبل؟ لما ضربوا الضاحيه، لما سيد حسن طلع من هون وراحت لما نزل بنيتان محل اخر مره كان حسن اصلا. وهيدا هيدا المكان انت دايما هون عم تتواجدي ولا عم تنقلي؟ هيك كنا بالطريق، كنا نايمين تحت تحت بالطريق، كنا نقلنا 150 محل ماشي كله ماي شتا. هلا ليكي شو صاير فينا، حرام على هالبنت، ليكي عيونها بيجعوها، صار هلا عيونها حمر مثل الدم، ما في لا دواء لا في مي ولا فيك تغسلي الحمد لله، بس شتت الدنيا بالعيون. شكرا. عندنا مشكله نسمع صوت العالم بسبب الصوت، بسبب الهواء يا ربي، بسبب الهواء لانه وهلا كمان رياض من شوي شتت، هلا كمان رح ترجع، ممكن ترجع تشتت. عم نشوف. مرحبا، فيني اقرب؟ ايه لا مش لا لا ما حصور، بس الكلب حتى في يعني جاي مع كلبك، نازح مع الكلب. وين جاي؟ من الضاحي، من حي السلم، رايح جاي من هنيك. جنسيتك حضرتك؟ عفوا على السؤال، بس يعني طيب خبرني كم يوم صار لك هون؟ انا 4 ايام هون، وكل مرة عفوا بهالكلمة بيجوا بيعملوا مقابلة معنا وبيقولوا ما مثل يعني بيقولوا لنا بنجيب لكم كذا كذا كذا، يعني نحن ما بدنا شيء يعني. ما قدرتوا تأمنوا فرش ولا نحن يعني عم نروح نزبط بنجيبه ونجي، يعني نص شهرين نحن كل هاو شهرين نحن، عرفتي كيف؟ يعني ما في شيء يعني بتجي زهراء بعد ما شيء حبة تبنية عن الجو تحت؟ لا مبدئيا هيدي هي الأجواء رياض وهادي. كمان رح نكفي جولتنا. مبدئيا ها هي الصورة، وين ما كان عم بيكون في عندك الكثير منهم ما عندهم فرش، ما عندهم حتى في غطا. هلا هون شوي يعني هون افضل وضع من غيرهم. شكرا شكرا لك يا زهراء، شكرا لك يا زهراء. طيب كنت قلت عن شيء انت مهم له علاقه بالعاملات الاجنبيات، لانه هلا بعرف يمكن العالم بتعرف الناشطين اللي بيصيروا لك عم بتأمل، نحن لا عم نميز بين جنسيات ولا بالعكس، لانه امكانيات الدوله عم تنصرف على هذا المطرح نحن عم نحكي فيه. لا مش بتعرف انه البلد كيف بيفسر، بس هذا شيء انساني كثير كبير، وفي ناس قليلين اخلاق كثير اللي هن رامين العاملات الاجنبيات موجودين على الشوارع، في ناس معهم اطفال رضع من جنسيات مختلفة وموجودين بالشوارع ما حدا سألهم عنهم، يعني في لا هولي اذا معهم اطفال رضع بيكونوا مش ببيوت على الارجح، يعني اذا بيكون يكونوا نزحوا بمحل معين ممكن يكون في، بس هني لانه مجمعين مع بعض عم تلاقي مجموعات، في حدا سألهم يعني زميلة قلنا سألتهم، في ناس تركوهم يعني تهجروا يمكن يا تركوها او كان بمطرح هربت لحال، مجمعين بمطارح معينه ببيروت وبغير مطارح. بس على فكره هيدي مثلا على سبيل بالحد الادنى مفروض مثلا على الدوله انه تتواصل مع سفاراتهم تامنهم، سفاراتهم تامنهم يرحلوهم او يامنوهم او يامنوا لهم مستلزماتهم بهالاوضاع، يعني في شق انساني. المشكلة انه الدوله بالحد الادنى ما مامنيته، اللي هو اللي كنا عم نقول عنه شيء تافه اللي هو الفرش والحرامات للناس. لا يعني حتى هيدا شيء يعني مجددا نحن نحكي قد ما فينا عم نجرب نراعي العامل اللي هو انه يعني واحد ما بحب يمكن يتصور يعني بهيك ظرف، يعني كان قاعد ببيته حق الناس يظهر من بيته بهي الاوضاع بده يطلع. في ناس بدها تناشد، عندها مطالب بدها تحكيها وما عندها مشكل، بس في كثير ناس عندها من حالها ما بدها تبين على الكاميرات، ونحن بنقدر وبنحترم هذا الشيء. بنتقل رياض لعند جولة مع محافظ، الجولة مع شو بش لما رحتوا عند عند رئيس الهيئة العليا، رئيس الهيئة العليا راح لعنده زميلنا محمد المقداد. خلينا نسمع ليش، شو السبب انه ما كانوا جاهزين برأيه للواء خير. من الطبيعي دولة الرئيس كان هو مشرف على خطة، ومعه رئيس اللجنة كان بعده ما يزال هو الوزير نصر ياسين، هو اللي عم ينفذ، هو المشرف، هو يعني بيدير الخطة هيدي، كل الخطة هي المعمولة اللي هي قرارات مجلس الوزراء هو اللي بينفذها يعني وبيشرف عليها.
التوجيهات كانت واضحه يعني بالمساعده والاعتمادات كانت وقتها يعني، بس كان في يعني مبين انه كان اللي انا حسيته دائما كخبير كضابط وعسكري يعني دائما بتشوف انه بتشوف عدوك شو عم بيعمل لوصلك لسؤالك. عدوك كان لفتره 6 7 شهور 8 شهور مع هيدي كان اللي عم تيجي الرسائل او الكينو اللي عم يروحوا ويجوا ويفوت كلها على حل سلمي، وكل العالم هدا بالاتجاه ما بدهم يعيشوا الناس بتوتر اعصاب والاقتصاد اللبناني وهالامور، واعطت نتائج ايجابيه كانت ماشي الامور انه مشان ما يعني يمكن تحافظ الدوله على اقتصادها وعلى قد ما فيهم ما يكون في صرف يعني بغير محله، اعطت نتيجه ايجابيه. هلا انا امبارح قلت عنكم عدت يعني انه نحن كهيئه عليا الخاصه نحن مستلمين بند واحد من الخطه هو الفرش والحرامات جهاز المنامي تقريبا يعني اللي صار انه سيت انت بتجي صار الضغط القوه العسكريه الاسرائيليه على لبنان اذا انتبهتوا بلش باخر يومين اخر 48 ساعه قبل 48 ساعه بس اخر 48 ساعه اللي اجى في وبتذكر يمكن وزير خارجيه فرنسا او كمان وزير خارجيه امريكا او مستشاره او شيء وجهوا رسائل بين انه الجو توتر يمكن كان جمعه او سبت وبلش هو العمليه كلها يوم الاحد اذا انت بتتذكروا والتنين التنين بلش النزوح يعني بهيدا الموضوع كثير حساس انه تشوف النزوح عادة كلياتنا بنعرف انه فيك تاخذ انت قاعدة الخبرة شو صار عندك بالسابق وكيف العدو استعمل وكيف عمل خطة تبعته تستفيد منها وبتطورها. هن بال 2006 كان النزوح دائما بيصير افواج يعني ما بيصير النزوح بخلال 6 ساعات يفوت لعندك 60,000 باول مرحلة اول 24 ساعة كنا تقريبا مجهزين 10,000 فرشي وحرام. عم بحكي على هذا البند انا بس يعني هذا اللي بيتعلق فيه. هلا احنا اخذين قرار هذه انه ما بدنا نعصب ولا هذا العالم بتعلق، بس انا عن جد يعني انا بترك تعليق العالم بس انا اكثر شيء بيلفتني بالموضوع لما كل ما يصير في حدث جلل بالبلد بينط حدا بيقول لك بخبرتي العسكريه، يعني وقت النيترات تذكر وقتها كل كذا واحد من دون ما نفوت باسماء يعني من اعلى الهرم لتحت يضرب على صدره يقول لك بخبرتي العسكريه النيترات ما بينفجر، هو اذا بفوت بيعمل جوجل بفوت على ويكيبيديا بيطلع عنده كم مره منفجر بسبب الاهمال وسوء التخزين، عم بعطي مثل يعني هون بيقول لك خبره العسكريه وبيعطي مثل 2006 وكانه مش انه مثلا صار في عملية وقت خطف الجنود وعالم عرفت يعني خطفوا وقتها فلوا مشان هيك فلوا تباعا، فيعني نحن كنا عم نعمل شو هي انا عن جد شو المحاكاة يلي عملوها وقت الخطة، انا صار عندي فضول اتعرف عليها لهالخطة واتعرف على هاي الجملة لانه كلمة محاكاة مش كلمة هيك بتنكب يعني محاكاة يعني انت عملت محاكاة يعني افترضت انه حيصير في هلا نزوح وعملت شو بسموه انذار لكل الادارات عندك وجربت مناورة على الارض يعني exactly مناورة مين انت استخدمتها بس بخبرته العسكرية هو هيك. النقطة الثانية سيد هلا النقطة الثانية خلينا نشوف مع اللواء عدد النازحين ببيروت وكيف آلية توزيعهم وكيف عم يشتغلوا بالأزمة مثلا ببيروت عندك حوالي 90 او 95 مركز صار ببيروت وفي حوالي تقريبا 32,000 نازح هدول بالمراكز الاساسيه مش مراكز الرسميه يعني مش مراكز البيوت وهالامور هيدي يزداد العدد هيدي الامور هيدي نحن الخطه تبعتنا دغري شو بنقدر نعمل نشوف اكبر مركز هو موجود بنحاول نساعده يعني اذا منه متوفر عندنا كثير بالمتوفر بنقسمه بنعمله مثلا كل مركز حسب قوته بنعطيه اذا كان فينا نأمن كل شيء بنعطيه 100% اذا ما قدرنا نبلش ننزل 50% 400% 300% حتى لانه ليش؟ لانه شفنا احنا انه في منظمات دوليه فاتت على الخط وصارت تقدم فرش جهاز منامي حتى نحن عم نبرم على المراكز ببيروت او بالشمال او بالشو شفنا انه في بعض المراكز موجود فيها فرش زياده مشان هيك نحن صرنا ندق بهالامور وطلبنا من وزير ناصر ياسين انه يكون التعاطي بالمراكز بالمحافظه
يعني على المحافظ هو يكون مسؤول عن هذه المراكز. ليه؟ لأنه بيقدر هو عنده جهاز بيقدر يراقب المراكز الإيواء. يعني نحن كلنا بنعمل أبديت على كل مركز، يعني في نحن غرفة العمليات تبعت الوزير ناصر ياسين غرفة الطوارئ. يعني مثلا بمحافظة بيروت صرت حوالي 100 مركز، بجبل لبنان في 210 مركز، بلبع في حوالي 75 مركز، بجنوب في 73 مركز، بالشمال 70 مركز، بالنبطية 17، ببعلبك 36، بعكار في 65 تقريبا. عدد النازحين بألبوم في عندكم كمان تعداد لعدد النازحين؟ طبيعي يعني، بس انتبه يعني ان بين ساعة وساعة بتختلف. طيب في يعني مثلا اعطيك، انا اعطيتك بيروت مثلا، بيروت فيها يعني ان نحن حوالي 100 مركز صار فيها، فيها حوالي 32 ألف نازح هذا امبارح. اليوم يعني صاروا أكيد بال 35، يعني هل هو يزيد حسب ما بيصير على الأوضاع الأمنية على الأرض تتطور القصة. طيب هذه مجددا بما أنه الآليات فاتت ببعضها واضح جدا عند الدولة، نحن هيدا رقمنا موجود هون كرمال نحن بس تبعتوا شو عندكم، خلينا الرقم على الهواء، شو عندكم النازحين، شو عندهم احتياجات، شو في نازحين عم بفتشوا على مطارح هلا صراحة، اللي عم بجرب يفتش عبات للأجار وهيك يعني صعب، مش حنقدر نفوت مع تجار البلد. لا لا، وخصوصا على فكرة مثل ما سمعت أنا أنه مثلا على مواقع شهيرة مثل اير بي ام بي وخلافه تروح بتفوت بتحجز، انا قريت ناس كاتبين هيك تعليقات بتفوت بفوت بيدخل، ما هو ممنوع على بالاريم، اذا واحد حجز بيروح يفوت بيحكيه على الخاص بيقول له ما عم انا بطل بده اير بي ام بي. وشغله بس بالنسبه للشكاوى من الناس، ينبعث واتساب لانه ما عم يلحق زميلنا يرد على الحالي، شو الحاجيات وباي منطقه، واذا في واحد هو هجر يعني هو نفسه مهجر من بيته بروح عامل التليفون بروح بتحمم بيرجع يعني كلنا بالهواء سوا اوكي يعني بس انه اغلب فريق العمل لما يكون حدا يقول عم ببالغ اوكي واحد لازم انت بعدك بالبيت انا بعدي بالبيت اللي ما بعرف توسع بس انه بعدي بالبيت لا معقولة على المنصوريين شو بعرفني في شق رياض له علاقة محافظ بيروت اللي كان معنا هلا كان باعت كتاب للهيئة العليا للإغاثة عم يتحضر من قبل بوقت ب 17/9 يعني قبل تتوسع العمليات كانت بعد الأمور مقبولة فخلينا نشوف الكتاب على الهواء لو سمحتوا باعت كتاب الـLBO يعني بعد كتاب لرئيس الهيئة العليا للإغاثة بيطلب منه يحجز لصالح محافظة بيروت 7500 فرشة 7500 حرام. خلينا نسمع شو رد قديه وقته اللواء الخير ما نكون تأخرنا على الضيف دقيقتين يلا خلونا نسمع الفيديو اللي بعده دغري. محافظ بيروت بشهر 9 7500 فرشة مخدة بكتاب رسمي. نعم هذا جزء كتاب هذا موضوع الكتاب نعم نطلب 7500 فرشة. طلب 7500 فرشة. ما بعرف انا شو انه اصل يعني اذا بعتوا اهلا وسهلا. مستغرب كل عام. شهر 9 هذا. شهر 9 طلبوا. نحن شو هلا؟ ليش؟ 10 يعني 10 اليوم 10 انا في سبب انه ما امنتوا له اياهم؟ لا انتبه يعني هو طلبها ايمتى؟ ايمتى قبل ولا بعد العملية الإسرائيلية بلشت؟ بعد يعني بعد يوم الاحد من اسبوع طلب بالاسبوع زيته يعني قبل يومين ثلاثه يمكن لا حتى لقلك حتى لو طلب قبل بشهر ولو شهرين 17/9 لشو كيف عرف يعني كانت تبلش الضغط عرف الضغط القوي بلش طلبوا ساعتها قدر تقدير هو ما كان مبين انه النزوح قوي جاب كان النزوح على الكتاب طب النزوح لا ما نحن حكينا معه شفعي انه احنا هلا الاحتياط اللي عندنا مش هيدا ست بيكون انت عندك احتياط اول دفع 5000 هو عم يطلب احتياط عنده هو الاحتياط لازم يكون نحن عندنا مش عنده في عندنا ليستا بناس بدها فرشات وحرمات نعم في مجال نعطيك اياها هن هدول بيرجعوا لعند المحافظ هلا صار كلياته اليوم عندنا اجتماع وقلنا له نحن ما بدنا نحن يعني ندغري مباشر مع الافراد مع حد سياسي وكذا هي ضغوطات او شيء خلي كله مع المحافظ هودي ناس فردي ما له علاقه بحد هيدا كله بيرجع صار بيرتبط بالمحافظ هو لازم عم تعطيه انت كميه صرت
هلا ان شاء الله بهالثلاث ايام تزبط. اذا اعطيناه كميه الزياده اللي عنده شو ما بيعوز نفسنا نعطيه ما بيعود في مشكله. فيك طيب فيك سلم للوزير ناصر. ناصر ياسين هو المسؤول الاول. المسؤول الاول هو اللي بيوزع. هلا نحكي هي الناس مخمنه انه الخطه كلها اللي غاصن مخمنه. انا بشوفوني على الارض الحمد لله على طول. بس بخمنه انه كل شيء عندي. لا مش كل شيء عندي. يبقى هذه شغله ضروري نرجع نذكرها انه اول بتذكر مره انتشرت صوره لشاحنه محمله بالفرش وقتها كل العالم وهذا مؤشر الحرب انه هذا مؤشر الحرب تخيل وقتها كل العالم قريتها الا الدوله الا الخطه لا وهلا كمان الا الخطه هلا كمان في شيء ما نحط انه طالبين الفرش من برا هلا لنشوف هول الفرش اللي من برا انت بيوصلوا وشو بده يصير هلا على فكره هذا موضوع الجمارك نحكي عنه بكره في كم شغله عم دقق فيها لانه يبدو مش الحصار علينا من برا لا بقلب الجمرك ما في عندك مصالح ما عم تشتغل بس هذا بندقق فيها بكرة وبنحكي فيها لهون بكون خلصنا هذه ننتقل إلى زميلتنا روان مع ضيفة شكرا لك رياض وشكرا هادي وشكر أكيد لزميلتنا زهراء